الله يسعد لي اوقاتكم متابعين متابعيني يا حبايب قلبي، كيفكم؟ شو اخباركم اليوم؟ طريقة المربى التين الفاتح طبعا الاشقر، شايفين منظره؟ شي بشهي سهل ولذيذ ما شاء الله عليه. شايفين كل حبة بحبتها طالعة، ليكون احلاها. شايفين شلون كل حبة بحبتها ما شاء الله عليها؟ شايفين طرية واحلاها وغابة القطر، شايفين منظره؟ شي بتشهي، جربوه ما بتندموا. احلى مربى التين، اكل معنا تقريبا ساعتين الا ربع على نار هادئة بالمرة. شايفين منظره شي بشهي؟ شوفوا مربى كتير لذيذ وطيب، جربوه ما بتندموا حبايب قلبي. حبايب قلبي لا تنسوا اللايك، اللي مو مشترك يشترك بقناتي. الله يعطيكم الصحة والعافية، بالعافية علينا وعليكم يا رب. عندي 1.5 كيلو تين أشقر جايبته، هو كيلو يعني نقيت المستويين، قمت قدر 1/2 كيلو، خليت قدر 1.5 كيلو تين، وعندي 1.5 كيلو سكر وكاستين مي. بدي 1.5 كيلو سكر و1.5 كيلو تين وكاستين كوبين ماء وقشرة ليمونة. وطبعا قبل ما نطفيه بنص ساعة بنحط له معلقة صغيرة ملح الليمون او عصرة ليمونة. هلا حاشعل الغاز وحط السكر والمي. هاي 1.5 كيلو سكر، طبعا هلا راح اشعل الغاز خليه يغلي. طبعا ومحرك شي بسيط، حطيته بشوي سكر. طبعا انا حطيت بس قشرة ليمون من المطيبات، انتو شو بتحبوا حطوا حطوا، يعني في قرفة هي اللي هي. انا بحب المربى كل شي على طبيعته يكون نكهته، يعني ما بحب اغير نكهة المربيات. انا بس قشرة ليمونة فقط بحط بالمربيات، وهلا بستناهم ليغلوا بسقط التين فوق منه. شايفين شلون ما بغير نكهة المربى؟ في ناس بحطوا له هي قرفة قرنفل، هذا اختياري حسب الرغبة. انا بس قشرة ليمون، بحب المربيات تكون على طبيعتها. طبعا هلا بنحط التين، طبعا نحنا غاسلين التينات منيح، حاطينهم مصفاي لمدة ساعتين حتى يصفوا منيح معنا. ندير بالنا انه قطر هذا نحنا عم نحط التين غلى القطر معنا، نوصين الغاز طبعا. هلا شايفين شلون بنقوي شوي الغاز لانه برد القطر معنا. شايفين شلون برد القطر معنا؟ بنور بنعلي الغاز. يلا بنكمل حطه بنرجع لكم بعدين. طبعا بهالطريقه بغطسه. هلا كمان المرب التين بنزل مويه، شايفين شلون بنزل المويه تبعه وبطب القطر. شايفين شلون شيء انه هيك مغطسه كل شوي. وهلا بنوص الغاز عليهم ونتركهم. شايفين نوصنا الغاز، هدينا الغاز عليهم، خلينا نغلو على مهلهم بقى بهالطريقة. شايفين اذا عليها رغوة كل هذا بنشيله انه بيخرب المربى. شايفين طبعا هذا داير مدالة بنمسحها عشان ما تطلع كريستالات. شايفين شو بالطريقة؟ شايفين وبحط معلقة صغيرة
الشاي ملح الليمون او معلقتين عصير الليمون، بس انا بفضل ملح الليمون لانه ما بدي حافظه بهالطريقه. هون بعد اكثر من نص ساعه حطيناهم معلقه صغيره ملح الليمون، وهون اذا بتحبوا تكملوا طريقه الشمس تحطوهم بالصينيه وتحطوهم بالشمس لمده يومين ثلاثه، او بنكمل طريقتنا على الغاز. عرفتوا علي شنو؟ بدو لسه نص ساعه ثانيه على الغاز، او تحطوهم بالصينيه لمده 3 ايام بالشمس. شايفين شنو؟ بهالطريقه نمسحهم الكريستاله بهالطريقة بالمي. ما بنخليه، شايفين نوصنا الغاز بالمرة على شمعة. شايفين المي؟ نمسحها هيك بهالطريقة. هلا بنتركهم لمدة نص ساعة. ما شاء الله تبارك الله، احلى مربى التين، اكلوا معنا ساعتين على نار هادئة. ما شاء الله عليه تبارك الله، جربوه ما بتندموا. ما شاء الله تبارك الله، شايفين احلى مربى، ما شاء الله عليه تبارك الله. شوفوا منظره شو بشهي، ما شاء الله عليه، كل حبة بحبتها طالعة، ما شايفين منظره شي بشهي ما شاء الله.